طب خلينا نروح للمهندس حمدي عبد العزيز عشان نفهم اكتر. باش مهندس حمدي، مساء الخير يا فندم. اهلا بيك. ماذا يعني خبر النهارده دمياط ومحطه الاساله والناقلات النهارده تبدا يعني نقوم بتصدير الغاز؟ ايه الحكايه وايه اللي حصل اصلا عشان نقول بعد 8 سنين بدانا نعود؟ حضرتك عارف ان طبعا مع الاضطرابات اللي حصلت بعد 2011 وانخفاض الانتاج وتباطؤ الشركات عن توقيع اتفاقيات وكل الحاجات دي كلها ادت الى انخفاض انتاج مصر من الغاز الطبيعي وبالتالي الاستيراد، وبالتالي توقفت توقف مصنع الاساله بتاع دمياط عن العمل منذ عام 2012. طبعا نتيجه عدم التصدير، الشركه الاسبانيه المشاركه في المشروع عملت قضيه تحكيم على مصر وكسبتها، وبالتالي احنا الفتره اللي فاتت دي كلها كان في مفاوضات معاهم، والحمد لله المهندس طارق الملا نجح ان هو يتوصل الى اتفاقيات وتم حل القضيه بالنسبه للتحكيم والدية. كام؟ وبالتالي كسبوا كام؟ كسبوا كام معلش؟ لا هو الرقم مش عندي دلوقتي، هو بس كان رقم كبير، كان حوالي 2 مليار تقريبا. لكن الحمد لله تم الاتفاق والوصول معاهم الى ديل كويس، وبالتالي هيتم المصنع نفسه هيبقى 50% شركه كينيه ايطاليه و 50% مصر لشركه البترول وشركه القبضه للغاز. فبالتالي انت مشارك في هذا المصنع، وتم حل قضيه التحكيم، وبالتالي كان لابد ان المصنع يبدا يشتغل تاني مع توافر الغاز الموجود دلوقتي. ففي اول شحنه تجريبيه من هذا المصنع، لانها لازم نطمن على كل الاجراءات اللي موجوده بعد التوقف دوت. فبالتالي اول شحنه ان شاء الله طالعه النهارده من مصنع دمياط، وبالتالي عوده التصدير مره اخرى من هذا المصنع لتسييل الغاز. طبعا احنا بنقول ان هذا الاجراء بيمثل طبعا اشاره واضحه ودلاله كامله ان مصر تحترم التعهدات بتاعتها، ان مصر علاقتها مع الشركاء الاجانب والشركات العالميه موجوده في مصر، علاقات تتميز بالاستقرار، تتميز بالمصداقيه، تتميز بالشفافيه، وان احنا وضحنا للعالم كله ان فيما يتعلق باي قضيه ممكن تتحل وديا طالما النوايا صادقه، وطالما بيتم حضرتك الاتفاقيه تبقى وين، يعني لابد ان يكون في كل الاطراف كسبانه عشان خاطر نقدر نستمر، نقدر نتواجد في السوق العالمي. ده بيعني ايه ايضا؟ ان احنا نبدا عمليه التصدير للغاز المسال بالنسبه للعالم. بص يا فندم، احنا طبعا قبل 2018 الكميات كانت بيتم تصديرها من ادكو كانت كميات قليله جدا، لكن لما حققنا الاكتفاء الذاتي وعدنا مره اخرى للتصدير، كانت البدايه مع التعاقدات اللي تم ابرامها قبل كده، لكن طبعا مع زياده الانتاج بعد دخول عدد من حقول الغاز اللي موجوده وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وان انت حضرتك بتلبي كافه احتياجات السوق المحلي والقطاعات الاقتصاديه وفي توافر كميات إضافية، بدأت تتصدر عشان تقدر تستفيد من هذا الغاز الموجود، وفي نفس الوقت تقدر توفر الغاز ده يروح لمشروعات البتروكيماويات عشان نقدر نزود القيمة المضافة. وكانت الأسعار الفترة اللي فاتت دي كلها كانت أسعار منخفضة، فبالتالي احنا كنا مقللين الكميات اللي هي ممكن تبقى فائض موجود عندنا، لكن طبعا احنا شايفين الأسعار دلوقتي أسعار خمبرين زادت دلوقتي عن 60 دولار، أسعار تصدير الغاز ابتدت الاسعار ترتفع، فبالتالي انت لازم تستفيد من وضعك في السوق العالمي وتحقق مزايا اخرى موجوده، طالما عندك ثروه غازيه تقدر تصدر. الشحنه قد ايه؟ كام طن؟ لا ما عنديش تفاصيلها. طب رايحه فين؟ اوروبا ولا رايحه الشرق؟ بتروح اوروبا. اوروبا. الشحنه دي رايحه اوروبا ان شاء الله. رايحه اوروبا. بعدها هنقدر نتكلم على شحنات اخرى. طبعا ده خلاص بقى تباعا بقى بيتم التصدير من ادكو، بيتم من ويتم التصدير من دمياط. نعم.
طيب لو انا بتكلم على محطة دمياط، هي اعتقد واحدة من المحطات الكبيرة في المنطقة او الشرق الاوسط. طبعا. نعم، رجعنا الشغل فيها ازاي؟ ايه اللي تم عشان يبقى عندي المحطتين دول اسالة في مصر؟ لا، هو طبعا المحطتين، واحدة معمولة 2004 واحدة معمولة 2005. محطة الاسالة بتاع دمياط، طبعا انت عارف حضرتك لما توقفت عن التصدير لابد ان يكون فيه بعض المعدات نفسها بيحافظوا على كفائتها، لان ما ينفعش تقفل خالص، لكن ما بتصدرش، لكن بتقدر، في فرق صيانه موجوده والحاجات كله موجود. فبالتالي لما هنبدا نصدر تاني، لما بدانا نصدر تاني لابد الاول خالص ان فرق الصيانه تكون موجوده، نطمئن على المعدات اللي موجوده، نطمئن على كيفيه الإسالة نفسها. الغاز بيجي غاز طبيعي بيتم إسالته، لازم بعد كده لما يتم شحن الناقلة اللي جاية، كل الحاجات دي كلها، عشان كده نقول دي شحنة تجريبية، لكن إن شاء الله يعني كل لك بالنجاح، وإن شاء الله الناقلة النهاردة هتتحرك إن شاء الله من مصنع الإسالة من دمياط. طيب باشمهندس حمدي، الطرح، هل عندنا طروحات بدأت سواء في البحر الأحمر جديدة أو إيه اللي تم في هذا الأمر؟ مش طروحات، هو هقول لحضرتك. هو طبعا أنت عارف حضرتك إن إحنا المهندس طارق الملا إدى إشارة بدء البوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، دي أول مرة تبقى موجودة، دي بتبقى ديجيتال كلها في إطار التحول الرقمي. بدل ما كنا حضرتك بس بنطرح المزايدات نحطها في المجلات العالميه وفي الجرايد والاخره ونحطها في الموقع الالكتروني، لا دلوقتي احنا عملنا بوابه يقدر الشركات العالميه لو هم موجودين في بلادهم سواء في امريكا او في اوروبا او في الشرق الاقصى ان هم يخشوا بباسورد طبعا عشان متامنه البيانات وبتاع، يقدروا يشوفوا المزايدات المطروحه، يشوفوا المناطق اللي هم عايزين يخشوا فيها، البيانات الجيولوجيه، الحاجات كلها اللي كانوا لابد ان هم كانوا يجوا القاهره عشان خاطر يشوفوا البيانات دي. دلوقتي يستطيعوا هم موجودين هناك يشوفوا البيانات، يشوفوا، يشتروا حزم البيانات، يخشوا حضرتك يقدموا على المزايده، ودي اول مره يتم طرح مزايده ديجيتال الكترونيه على البوابه. طيب احنا عندنا 24 قطاع. ايوه 24 منطقه. للشركه القابضه للغازات ولهيئه البترول. هيتم حضرتك، تم بالفعل انها اتحطت خلاص على البوابه. ايوه تم طرحها امام دي المزايده العالميه الاولى للعام 21 لهيئه البترول والشركه القابضه للغاز. ايوه عشان قدام الشركات في 24 منطقه، في البحر المتوسط، في البحر المتوسط في اعتقد تسع مناطق، والباقي هيئه البترول في الصحراء الغربيه وخليج السويس. فبالتالي ان شاء الله تكون الحاجات دي كلها تبقى مبشره، وتاريخ الاقفال بتاعها في اول 8 ان شاء الله. بعد كده بيبقى تقييم للعروض. هذه المزايدات مهمه جدا لان دي بيتبعها بعد كده توقيع اتفاقيات، والشركات تقدر بقى تحط استثمارات عشان خاطر تبدا عمليات البحث والاستكشاف. عندنا في قطاع البترول النهارده قد ايه استثمارات؟ استثماراتنا كانت السنه اللي فاتت كان دائما وابدا كنا حوالي 10 مليار دولار، قد يكون انخفضت شويه نتيجه كورونا والحاجات دي كلها، لكن طبعا الاستثمارات في قطاع البترول احنا عايزين نقول ان احنا حققنا في قطاع الغاز نسبه 24% من الناتج القومي الاجمالي السنه اللي فاتت، ولا قبل منها كان 27%. فبالتالي انت حضرتك الاستثمارات بتاعتك اللي موجوده، الشركات طبعا عشان احنا في مصر عندنا استقرار، في مصر عندنا الاحتمالات البتروليه جيده، في مصر عندنا اتفاقيات الشركاء بيلتزموا بيها، وفي نفس الوقت بياخدوا حقوقهم كامله. فبالتالي الاستثمارات وفقا لل الموازنات بتاعتهم اللي موجودة بيتم انفاقها. النهاردة زيارة وزير بترول إسرائيل، إيه اللي حصل في هذه الزيارة اليوم؟ لا ما عنديش معلومات، لكن طبعا طلع بيان صحفي رسمي من مشترك ما بينه، وطبعا المهندس طارق مولى النهاردة في بيان رسمي طلع من الوزارة انه بيتوجه إلى رام الله وبيتوجه إلى إسرائيل نمرة واحد، عشان خاطر أنت عارف حضرتك إن الدولتين دول دولة فلسطين وإسرائيل من الدول المؤسسة لمنتدى غاز الشرق المتوسط. أيوة.
وبالتالي انت عارف المنتدى ده في الدول السابع الموجودة فيه، فطبعا هيبقى من ضمن المباحثات اللي موجودة دلوقتي ان لابد ان يتم تفعيل اهداف المنتدى نمرة اتنين، ان يتحقق للدول المنتدى اللي موجودين فيها التعاون واستخدام البنية الاساسية الموجودة في هذه الدول، كل ده لصالح الدول الموجودة. وانت عارف ان هذا المنتدى احد الاذرع لمصر ان هي تتحول لمركز اقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، وطبعا الكلام ده كله مش لمصر بس، الكلام ده هيبقى فايدة للدول كلها اللي موجودة في الشرق المتوسط. نعم. فاذا يعني الاجراءات الخاصة بتفعيل منتدى غاز المتوسط ودعمه وزيادة التعاون ما بين الدول الاعضاء. نعم. والتنسيق والتفاهم، كل الحاجات دي كلها موجودة في اطار المنتدى، لان الوزير هيبقى موجود في او دلوقتي اعتقد ان هو كان في رام الله وكان عمل مباحثات مع رئيس ابو مازن، وكان في توقيع اتفاقيات مع مستشار الرئيس مازن في مجال الغاز الطبيعي، وفي بروتوكول اتوقع في بيان صحفي هيطلع حالا دلوقتي. ايوه. طلع من فلسطين وطلع او هيطلع دلوقتي من عندنا فيما يتعلق بالتعاون والدعم، وابو مازن وجه للرئيس محمود عباس السيسي وجه للرئيس السيسي كل الشكر على المواقف الصلبه للدعم القضيه الفلسطينيه ودعم الشعب الفلسطيني. هايل. بشكرك مهندس حمدي عبد العزيز، بشكرك شكرا جزيلا.